الحضور الكريم، السيدات والسادة، بانتظار وصول السيد الرئيس بشار الأسد إلى قصر الشعب. قدم سلاح.
سيد الرئيس حرس شرف جاهز للصلاة. العقيد رامي إبراهيم قائد حرس شرف.
الضيوف الكرام، الزميلات والزملاء أعضاء مجلس الشعب، استناداً لأحكام المادة 7 والمادة 90 من الدستور الجمهورية العربية السورية وأحكام المادة 192 من النظام الداخلي لمجلس الشعب وجلسة مجلس الشعب المنعقدة اليوم السبت 17/7/2021، أتشرف بدعوة السيد الرئيس بشار حافظ الأسد لأداء القسم الدستوري رئيساً للجمهورية العربية السورية، فليتفضل مشكوراً. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية.